المرحلة الثانية ماشية كويس لغاية دلوقتي، حجم التجاوزات الانتخابية أقل، لكن نسبة التصويت لسه مش مرتفعة، فنتمنى إن شاء الله الناس عشان لسه أول يوم النهاردة؟ ممكن عشان أول يوم، عشان لسه ساعات العمل متوقعين الناس يعني تنزل بعد ساعات العمل، وإن شاء الله نتمنى إن حجم المشاركة يبقى أعلى من المرحلة الأولى. أمنية للدكتور عمرو؟ إن شاء الله دكتور عمرو يعني هو رجل يحتاجه البرلمان، وأعتقد إن يعني كل سكان الدايرة دي هيدعموا دكتور عمرو، إن هو شخص وسطي وشخص توافقي، ومصر تحتاج الى هذا التوافق. حضرتك بتدعمه النهارده ان شاء الله؟ انا بدعم دكتور عمرو وكل شباب حزب العدل بيدعموا دكتور عمرو. في حاجه في تجاوزات حضرتك في الحرم؟ لا، لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس. انا رايي الانتخابات ماشيه بشكل كويس، كل المؤشرات بتقول انها ماشيه بشكل هادي، وان شاء الله التوفيق للعصر. في رصد لاي تجاوزات؟ لا لحد دلوقتي لا، في تجاوزات بسيطه بس مش في اللجنه دي. الاقبال معقول يعني، لكن بينتظر طبعا بعد الساعه 2 انه بيزيد.